أنا اشتغلت تقريبا شغلتين أو ثلاث شغلات، منهن شغلة واحدة ما بذكرها لك إياها، والشغلة الثانية اللي أنا كنت فيها أول مواطن ممكن يشتغلها، شيء غريب أقول لك إياه. أنا كنت فني تغليف وتجليد، فني تغليف وتجليد في المكتبة العامة في دبي. فني تغليف وتجليد كتب؟ كتب، كنت أطبع كتب على الآلة اللي ميو، الآلة تحط الحروف بالعكس بالمقلوب، في يوم تطبعها تطلع لك الكتابة من اليمين لليسار.